في ملف الولايات، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع عوض بن عوف دعم الدولة لجهود حكومة ولاية الجزيرة. وأمن النائب الأول خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري ولي الجزيرة علي محمد سالم أمن على احتياجات الولاية ووجه الجهات المعنية بإعطاء قضايا ولاية الجزيرة أولوية قصوى. وقال سالم أنه أطلع بن عوف على مجمل القضايا بالقطاعات المختلفة في ولاية الجزيرة، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض أولويات الولاية، خاصة تخفيف أعباء المعيشة ومحاربة الغلاء وخلق وظائف في القطاعين العام والخاص. كما ناقش اللقاء كيفية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالولاية التي تشمل المصانع والمعالج. كما قال سالم إن اللقاء تناول المشاريع المملوكة للأشخاص وكيفية الاستفادة منها لصالح الوطن والمواطن. تفاكرت مع سيادته في هموم ولاية الجزيرة وكيفية تجويد وترقية وتطوير العمل والأداء، سواء في القطاع الخدمي أو التنموي أو قطاع الحكم. كذلك استعرضت مع سيادته أولويات حكومة الولاية والمتمثلة في تخفيف أعباء المعيشة على سكان الولاية، وهذا عن طريق انسياب السلع المدعومة خاصة في الوقود والدقيق.